لك حاجة قهوة يا خاطو؟ والله هيك ما عاد فيني نام الليل. ليش بتنامي بالليل؟ على بنا قلتي استعراضاتك كلها بتصير بالليل. طب شو بدنا نعمل؟ والله ما حدا بيرضى يحضر استعراضاتنا بالنهار. شبك حبيبتي؟ فيكي شي؟ ما في شي حبيبتي، ما في شي. مو كان عندها قبل شوي استعراض؟ لسه هلأ عندها استعراضات تانية بدها تشوفها كتير. اي خالتي ام النور. لك ام النور، ام النور ما بتقدري تشوفي ضو شاعل يعني؟ الا بتحبي العتمانتي. انا جاي لعندك لاتعرف عليكي اولا، قصدتك بموضوع شخصي. ليش في بيناتنا نحن مواضيع شخصية؟ اي شخصي، ليه مستغربة؟ الحقيقة ما عاد استغرب شي ابدا. عواطف. عواطف؟ شو بعواطف؟ خبرتني انه ابنك المحروس ابو جانتي بيشتغل بدبي، وانا من زمان كثير حابه اقدم استعراضاتي هنيك. ايه والله يا امي، سمعت لك انه بالامارات كثير 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 بحاجه استعراضات، يعني اكيد بيكونوا بحاجه لست نونو. لك تسلمي لي يا حق، اول استعراض الك رح احجز الصاله كلها وعلى حسابي. هلا شو بدك باستعراضات البنت؟ خلينا باستعراضاتك لحالك. تخبريني شو قلتي خالتي ام النون؟ يعني الحقيقه ما بعرف شو بدي اقول لك. ما تقولي شي خالتي ام النون، كل التكاليف علي، انت بس اسالي. وهي رح اترك عندك السي في تبعي وشويه صور. شو ها؟ هذا السي في تبعي خالته، يعني فيه كل شي معلومات وخبرات عني. تفضلي. شو صار لك خالتي ام النون؟ ما في شي، نشف حلقي هيك فجاه. عواطي بدي كاسه مي. اول طيب انا صار لازم امشي، ما عاد فيني اترك كلبي اكثر من هيك لحاله. اي معك حق، الكلاب ما بتنترك لحالها. اذا صار معكم شيء خبريني مع عواطف، لانه رح نشوف بعضنا كثير بالايام جاية، ما هيك عواطف؟ اي اكيد اكيد. اهلا وسهلا، شرفت. بعيدي يا الزياره. اكيد ان شاء الله. مع السلامه. What are you doing here?